السلام عليكم تلاميذ الاعزاء متابعي الكرام، كنتمناكم تكونوا على خير. تلاميذ سنه ثالثه اعدادي ثروازيام اني كوليج بيوف او لا نورمال، مرحبا بكم في الحصه ديال اليوم. كل شيء يمكن لي يستافد معايا في هذه الحصه ديال اليوم. بالنسبه للحصه ديال اليوم غادي نشوفوا ثروازيام لوسون، الدرس الثالث، ريبير دون لو بلون، ستادير كوردوني دان فيكتور، المعلم في المستوى، واللي غنطرقوا فيه حتى هو لي فيكتور، ستادير الاحداثيات ديال المتجهه. وبيان سور غادي نحتاجوا كيلكو بروبريتي كون ديجا فيو في لا ليسون بريسيدون ديال لي فيكتور اي لا ترانسلاسيون. اكيد كيف ما كتلاحظوا معايا في الدوره الثانيه بالنسبه للبروغرام ديال لي مات عندهم واحد الترابط بعضياتهم، دونك ان فو با نيجليجي يعني هاد لي ليسون ولا اي بارتي تاع باسك هنايا في هاد لي ليسون. عرف بان راه عندها علاقه بالدروس اللي قبل او اللي جايه، وبيان سور عندها علاقه بحسن ان شاء الله بهذا الشيء اللي غيجي حتى في المرحله الثانويه. دونك بالنسبه للغوبير دون لو بلون، المعنى في المستوى او لا هاد لي كوردون اللي كنتكلموا عليهم دابا ديو فيكتور، غادي نحاول نربطوه بشي حاجه اللي شفناها ديجا في البروميير اني كوليج. كنتكلم هنا على لابسيس دان بوان دون دغواز غرادوي. دونك هاد لا دغواز غرادوي اللي هو المستقيم المدرج شفناه انطلاقا من الدرس ديال لي نوب غولاتيف، الاعداد النسبيه، افصل نقطه من المستقيم المدرج. هذا المستقيم المدرج اللي هو لا دغواز غادوي هو اللي كنا كنمثلوا عليه لي نوب اونتي بوزيتيف و لي نوب اونتي نيجاتيف. دونك فوالا لا دغواز غادوي اللي هي المستقيم المدرج. الاصل ديال هذا المستقيم المدرج هو لو بوين او، يعني هنا واحد المستقيم اللي خصنا نقسمو لتدريجات متقيسه دي غرادياسيون بيان سور كي اون لا ميم لونغور. الوغ باغ اكزومبل هنا غادي نبازيو على لا لونغور دو سيغمون او اي. او اي باغ اكزومبل عندنا فيها 1 سنتيمتر، حتى لي غرادياسيون الاخرين غادي نمشي بيهم 1 سنتيمتر. دونك هنايا او اي عندنا 1، هنا لا ميم شوز هنا 1 اكسيتيرا. La même chose on a à gauche de O. Maintenant, je vais dire O est le point d'origine. Donc, il faut que nous appelions les nombres positifs. Alors, ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Donc, on a dit que nous rappelons que c'est la base de le repère dans le plan, le ma'lam, dans le moussara. دونك حنا شنو خصنا نعرفوا بعدا هاد الدور ديال هاد لا دغواز غرادويي ولا الغوبير دون لو بلون ليش كنستعملو. من بين الحوايج اللي كنفهموهم اساسا واللي كن باردون اللي كنفهموهم من هاد لا دغواز غرادويي ولا الغوبير دون لو بلون، انه كيحدد لنا الموقع ديال واحد النقطه او نامبورت كيل فيغور. باغ اكزومبل هنا اون دي شاك بوان اي روبيري باغ ان نومبر ريلاتيف سور لا دغواز غرادويي. Par exemple, ici, on a le point I. Le point I est repéré. Il est muhaddad dans le moqa' dialha, bwahed l'adad nisbi, par un nombre relatif. Li huwa 1. Alors ici, on dit que 1 est l'abscisse du point I. 0 est l'abscisse du point O. On a hadd la droite graduée, hadd les nombres kamli li kayen hna, karamzou lihom x. C'est-à-dire l'abscisse, اللي هو بالعربية الأفصول كنرمزو ليه x، مثلا x دو i لا فالور ديالو هي 1، يعني لابسيس ديال النقطة i الأفصول ديال النقطة i هو 1. x دو o لابسيس ديال o إت إيكال كومبيان 0. باغ إكزومبل أون بخون إيسي باغ إكزومبل لو بوان a، ألوغ أون دي كو x دو a إت إيكال كومبيان إيسي أون ا 4. دونك الأفصول ديال النقطة a هو 4. Ou là, maintenant B. X de B est égal à moins 3. Et l'offset de la B, ou à quand, n'a pas de la. Donc, on a dit un petit la principale la droite est graduée. Moussakim Moudaraj, le haut est le repère dans le plan. Donc, ici, on visualise des points dont les abscisses sont positifs. Et ici, des points dont les abscisses sont négatifs. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un repère dans le plan? On passe maintenant à la deuxième partie où on va voir les wa al-ma'lam al-mustawa, ma'lam fil-mustawa, le repère dans le plan.
Alors, le repère, ou bien coordonnées d'un point, on va voir les coordonnées d'un point dans un repère du plan, bien sûr. Le repère dans le plan, les éléments constitutifs de ce repère. Et le repère, le repère où alors, le معلم في المستوى العربي هنا غنتكلم اون عرب هو عبارة عن محوران متعامدان او بيان مستقيمان متعامدان c'est-à-dire le repère est composé de deux droites qui sont perpendiculaires se coupent en un seul point O par exemple on considère les deux droites D et delta sont deux droites qui sont perpendiculaires. En quel point? En haut. D'accord? Là, la droite delta que tu vois maintenant, la droite c'est un axe. Axe, yani mihwar. Axe, mihwar. D'accord? Là, il y a l'axe horizontal, yani le mihwar ufuqi, rensmu l'axe des abscisses. L'axe de quoi? Des abscisses. Donc, quand on a une définition du repère dans le plan, le repère, le tableau qui est un plan. C'est un plan. Etc. Donc, le repère qui fait maintenant sont deux droites, ou bien composé de deux droites qui sont perpendiculaires. L'axe, ou bien la droite qui est horizontale dans ce cas, est appelé l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, yani mihwar al-afasi. On a le mihwar al-amoudi en français, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. D'accord? Yani mihwar al-aratib. Donc la même chose qui fait la droite graduée moussakim moudarrach qui fait qu'on 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 normalement la définition du repère qu'on a trois points qui ne sont pas alignés trois points qui ne sont pas alignés dans le plan les renvoyons O I J. هاد لي 3 بوين اللي كتشوفو معايا هنا هما بهم باش كنعطي يعني كنومي بها هاد الغوبير كيسك سافي دير سا يعني باش كنسمي هاد الغوبير الوغ هنا مي غنبغي نديرو التقسيم خاصك تعرف بان الوحدة د القياس هنا او اي غتكون مثلا 1 سنتيمتر هي اللي غنمشي بها في هاد لادغوات او في هاد المستقيم افقي و هي اللي غنمشي بها يعني القياس اللي مشيت به في هاد التدريجة هو اللي غنقسم به كاع هاد لي دو دغوات داكوغ الوغ عندنا هنايا مثلا 1 سنتيمتر هنا لا ميم شوز 1 سنتيمتر هنا 1 سنتيمتر هنا 1 سنتيمتر هنا لا ميم شوز 1 سنتيمتر اكسيتيرا لا ميم شوز ici dans l'axe des ordonnées داكوغ هنا جي لاحظوا معايا او اي جي sont trois points non alignés, qui ne sont pas alignés. Alors, le triplé O et J constitue un repère du plan. Donc, bien sûr, un repère, donc, درنا اي عرف بان راه بلاص اي راه كاينه واحد و او راه كاينه زيرو و جي كاينه واحد ودائما خصك تكتب ليا اي في بلاص واحد داكوغ هنايا 2 3 4 5 هنايا جي بلاصه راه كاينه واحد سيتادير هنا جوج داكوغ هنايا 3 هنا 4 هنا لتحت كنديرو لي نونغ نيجاتيف موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 الله يرضى عليكم نتابعو لهاد القضيه فين كتحطو لي نونغ انا كاين اللي دابا هو راه هادشي راه ساهل وكاين اللي كيدير هاد ديفوت بانان الوغ هذا بحال قلتي المحرار الجهاز كنقيسو بدرجه الحراره الفوق كيكونوا الاعداد الموجبه درجه الحراره مرتفعه والتحت منخفضه
هنايا يعني من عارفين هنا شفنا في لا دغواز غادويه مي كنمثلوا لي نور غولاتيف يعني الاعداد النسبيه علي مي كيكونوا الاعداد الموجبه على اليسار كيكون الاعداد السالب موان زان موان دو موان تخوا اي فوالا موان كاتر جيسبيغ كو سي كلير داكوغ اي لو بوان او عندها واحد لو نو حنا غادي نكتبوها نخليوها السام بوحدو او هي نقطة الأصل en français le point d'origine c'est le point d'origine ou bien l'origine du repère on a du coup nous pardon l'origine du repère l'origine du repère alors on a du coup nous aslo al-ma'na غنخليك نوطي معايا هاد المسائل باش ندوزو لا دوزيام بارتي اللي غنتكلمو فيها على لي كوردوني دان بوان يعني كيفاش غنمثلو هاد لي بوان سور لو روبير دون لو بلان جيسبيغ كو سي كلير ميتون اون فا باسي ان لا بروميير بارتي لي كوردوني دان بوان يعني احداثيات نقطة لي كوردوني دان بوان يعني احداثيات نقطة Alors, on peut repérer la position d'un point du plan à l'aide d'un couple XY. Donc, XY, deux nombres appelés, des nombres qui sont appelés les coordonnées de ce point. Les coordonnées de ce point. Alors, n'importe quel point, on peut repérer la position, ou bien déterminer la position de ce point, d'après, ou bien à l'aide de ce couple couple يعني زوج بمعنى اخر كيمكننا نحددوا الموقع ديال كل نقطه بمساعده او بالاعتماد على زوج احداثيتي ديال هذه النقطه هادو كيتسموا كوبل دي كوردوني كيتسموا اش كوبل دي كوردوني او بيان لي كوردوني دو بوين ا يعني احداثيات النقطه ا يعني اي نقطه بغيتي تمثلها او بغيتي تحدد البوزيسيون ديال الموقع ديالها في الروبير هنا في المعلم بيان سور غادي نحتاجو واحد المعلومات هاد المعلومات اللي كنتكلم عليهم هما هاد لي كوردوني دان بوين وهاد لي كوردوني دان بوين كيفما كتشوف معايا عاطيهم هنا الرمز على اليسار اكس ديال ا يعني عندها واحد السميه هنا واي ديال ا الاكس ديال ا نورمالمون اون جينيرال لي اكس كنمثلوهم في هاد لاكس دي زابسيس سيتادير معنيت هاد اكس دو ا اكس دو ا سيتادير لابسيس سيتادير كوا لابسيس Et Y de A, c'est l'ordonnée. C'est quoi? L'ordonnée. L'abscisse, yani al-ofsol. D'accord? L'ordonnée, yani al-ortoub. L'ordonnée, c'est-à-dire quoi? Al-ortoub. J'espère que c'est clair. Donc, l'abscisse et l'ordonnée, vous m'avez dit qu'ils sont des coordonnées. Qu'ils sont H. دي كوردوني يعني الاحداثيات او الاحداثيات ديال النقطه دونك هاد لابسيس هذا هو واحد العدد اللي كيتمثل في هذا المحور الافقي فلاكس دي زابسيس لاكس اوريزونتال انت شوف معايا هنا راه داير الاكس يعني هاد المعلومه او هاد العدد اللي كيكون عندي على اليسار غتلقاه هنا وهذا اللي عندي من اي كتلقاه هنا نعطيك امثله ديال دي بوين بي مثلا ايتيغال ا 2 3 A est égal à 1 moins 3, C est égal à 0, 2, le point D par exemple, 4, 0, et E, moins 1, moins 5. Alors là, moins 4. D'accord? Pardon? Alors, je vous débat le point B qui fait que je vais mettre le repère. قلنا هذا اللي على اليسار كيتسمى لابسيس اللي الرمز ديالو هو اكس دو ا باردون هو اكس دو بي يعني هاد العدد اللي هنا فين غنقلب عليه فلاكس دي زابسيس سمح دونك لابسيس ديال بي هو 2 وغنقابلو معاياش مع لوردوني ايغريك ديال بي هو شحال هو 3 دونك ها 3 فين كاينه هنايا في المحور العراسي ياك وغنقابلها مع هاد 2 هو لابسيس ديال بي وغنحط لو بوين بي دونك هاد لي كوردوني هادو هما اللي كيمكنوني باش كنحدد الموقع اولا لا بوزيسيون دو سو بوين باغ اكزومبل لو بوين ا اون ا لي كوردوني دو بوين ا 1 موان 3 واحد ناقص 3
يعني الأفصول ديال القهوة واحد والأرطب ديال القهوة ناقص ثلاثة. الأفصول واحد يعني هي في الكنائي، نعمل مع ناقص ثلاثة وغندير الإسقاط العمودي. هاي هنا لو بوان أ. بالنسبة لو بوان سي، صفر جوج، صفر جوج، ها صفر هو الأفصول وغنطلع عن قبل مع جوج، إذا هنا في غتجي لو بوان سي داكوغ. وفي الأخير عندنا هنايا دي، لابسيس هو 4 يعني الأفصول 4 والأرتو بشحال عندنا 0، دونك 4 هو الأفصول ها هي 0، مع هادي فين غنطلع يعني غتبقى هنايا لو بوان دي. بقات لي لو بوان او موان 2 موان 4 ناقص 2 ناقص 4، ها ناقص 2 وها ناقص 4، وهادي هي لو بوان او. جيسبيغ كو سي كلير. Bien, d'abord, la deuxième partie, on va voir les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur, يعني إحداثياتها متجهة. المتجهة كنعرفوا بأنها عندنا فيها جوج ديال النقاط. داكوغ؟ هنا بالنسبة لي راه دابا واخا كنكتب اون فرونسي، الناس اللي عندهم عربية يمكن ليه ينوطي معايا هادشي في ليكسبيكاسيون، لأن راه كنشرح كل حاجة شنو معنيتها. دونك هنايا المتجهة بصفة عامة كتكون جوج ديال النقاط. الى بغيتي تحدد الاحداثيات ديال واحد المتجه، لي كوردوني دان بوين لي هو يعني الابسيس، لابسيس يعني الافصول، واللوردوني اللي هو الارتوب، خاصونا لي كوردوني ديال هاد لي بوين لي كيكونوا ليا هاد الفيكتور. داكوغ؟ باغ اكزومبل لو فيكتور ا بي اون ا دو بوين ايسي، عندنا ا و بي، يعني الى بغينا نحدو الكوردوني ديال الفيكتور كامله خاصو يكونوا عندي في التمرين لي كوردوني ديال ا و لي كوردوني ديال بي. والقاعده شنو كتقول لك؟ اونتر بارونتيز في الجهه ديال لي زابسيس هنا كاينه بوان فيغول، كنديرو الاكس ديال بي موان اكس دو ا، يعني لابسيس ديال ا باردون لابسيس ديال بي ناقص لابسيس ديال ا. داكوغ؟ الافصول ديال بي ناقص الافصول ديال ا. لاحظوا معايا كنتكلم على النقاط اللي كيكونوا ليا الفيكتور ا بي. دائما هنا في اي فيكتور كيف ما بغى يكون النوع ديالها كنبداو بالافصول ديال النقطه الاخرى ناقص الافصول ديال النقطه الاولى، يعني الافصول ديال الطرف ناقص الافصول ديال الاصل المتجهه. الوغ اكس دو بي موان اكس دو ا، لا ميم شوز بالنسبه الى بغينا نحدو الارتو، ايكغيك دو بي موان ايكغيك دو ا. داكوغ؟ اجي نديرو هاد التطبيق هذا اللي عندنا هنا. ليكزومبل دون ان روبير او اي جي، في معلم او اي جي اون كونسيدير لي بوان، نعتبر النقاط ا الاحداثياتها 4 3، ب احداثيات ديالها جوج صفر، و سي احداثيات ديالها ناقص واحد ناقص 3. لي كوردوني دو سي سي موان 1 موان 3. الوغ ديتيرمينون لي كوردوني دو، غنبداو بالفيكتور ا بي. داكوغ؟ يعني غنحدو الاحداثيات ديالها، نبداو بالفيكتور ا بي هي الاولى. يعني الى بغيتي تحدد الاحداثيات ديال ا بي غتكتب القاعده اون جينيرال بهاد لي بوين اللي عندك، اكس دو بي موان اكس ا، ايغريك دو بي موان ايغريك دو ا. كترجع للسطر كتكتب عاوتاني باردون الفيكتور ا بي وكدير التعويض بلا فالور ديالهم. الوغ الاكس ديال بي ها هما عطاونا في التمرين، شكون هو الاكس بي؟ هو هذا اللي على اليسار، هو جوج، غنعوضو بجوج، موان الاكس ديال ا هو 4، إيكغيك دو بي دابا شحال هو الأرتوب يعني لوردوني هو زيرو، موان إيكغيك دو أ سي كومبيان سي سي 3. ألوغ أولا دونك ها الفيكتور أ بي وها لي كوردوني ها الإحداثيات ديالها، جوج ناقص 4 هي ناقص 2، صفر ناقص 3 هي ناقص 3، وهما لي كوردوني ديال الفيكتور أ بي. نشوفو دابا مثلا الفيكتور ناخذ الفيكتور سي بي، الفيكتور سي بي لا ميم شوز، غنديرو هنايا لا ريغل جينيرال جينيرال باردون، غناخذو هنايا دائما النقطه الاخرى اكس ديال بي موان اكس ديال سي، ما كنصدقوش الاولى دائما الاخرى ليكستريميتي الطرف. وهنايا الايغريك ديال بي موان ايغريك دو سي، جو في رومبلاسي كونسيرمون فيكتور سي بي، فوالا x ديال بي شحال عندنا؟ جوج. الوغ نتابعو معايا هنا فين كيطيحو الدراري في الخطا، اون جينيرال خصنا نحضرو مع لي سين، عندنا الموان ديال القاعده
مع الاكس ديال السي شحال عطاوني هنايا موان زا ناقص واحد الموان مع الموان اش غتعطينا البلوس اذا بلوس ا ايكغيك ديال بي شحال عندي صفر الموان مع الايكغيك ديال السي اللي هي موان 3 هي بلوس 3 الوغ سي بي اونتر بارونتيز ها لي كوندوني جوج زائد واحد هي 3 وصفر زائد 3 هي 3 سي كلير دونك فوالا لي كوندوني دو فيكتور سي بي Et le dernier exemple, on a le vecteur AC. Donc AC en général, x de C moins x de A, y de C moins y de A. Et je vais remplacer. Voilà. X de C c'est moins 1, moins x de A c'est 4, y de C c'est moins 3, non, reste là, ça, pardon, moins. Y de A, hein, Y de A, y est 3. Donc, AC, entre parenthèses, donc, on a la C, maintenant, moins 1, moins 4, c'est moins 5, moins 3, un double même signe, on additionne, et on garde le signe commun, c'est moins 6. Et voilà, je mets d'abord les coordonnées d'un vecteur. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir une propriété qui est très importante, il y a l'égalité de deux vecteurs. تساوي متجهتين. حنا عرفنا بان هذه الفقره شفناها في الدرس ديال الفيكتور الى ترانسلاسيون وعرفنا بان باش يكون عندي دو فيكتور ايغو alors un vecteur est égal à vecteur si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. يعني كنقولوا ان جوج المتجهات متساويين الا كان عندهم نفس الاتجاه نفس المنحى نفس المنظم او المعيار حنا بالنسبه لنا في هذا الدرس بالليغاليتي دو فيكتور هنايا عندنا اوتر ميثود باش نديروا الديمونستراسيون هنا اون دي كو لو فيكتور ا بي ايتيغال فيكتور دي سي سي x du vecteur AP égale x du vecteur DC, on a un seul choix, y du vecteur AP est égal et y du vecteur AP est égal y du vecteur DC. Yani, avec un endôme le même abscisse et le même ordonnée. Et là, quand on dit que les deux vecteurs sont égaux. Par exemple, parce qu'on a le vecteur AP est égal à 4, on a y. D'accord. Un vecteur DC, voilà les coordonnées d'Yanhom. En tant qu'il y a X, on a 3. Alors, puisque le vecteur AB est égal au vecteur DC. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur DC? هنا في دي سي عطاونا 3 ولكن اكس ما عارفيناش و ان بي عطاونا 4 ولكن ايغريك ما عارفيناش الوغ مادام انهم تساوي اذا غيكون عندهم لو ميم ابسيس سي تادير حتى هادي 4 غنسطر على بالها يلا اكتشفتها وهنايا لو ميم اوردوني يعني نفس الارتو يعني هادي 3 حتى هادي غتكون 3 اسكو سي كلير تري بيان دونك اون جينيرال باش نبرهنوا على ان جوج المتجهات متساويين انطلاقا من الاحداثيات خاص يكون عندهم نفس الافصول ونفس الارتوب لو ميم ابسيس ها هي اكس ديال ا بي يعني لابسيس دو ا بي ايت ايغال لابسيس دو فيكتور دي سي اي اوسي لوردوني دو فيكتور ا بي ايت ايغال لوردوني دو فيكتور دي سي اسكو سي كلير تري بيان بيان دابا غادي ناخذ واحد ليكزارسيس اخر باش نفهمو مزيان بعض الحالات اللي متداولة كتحط لينا في لي زيكزارسيس كونسيرمون ليغاليتي دو فيكتور تساوي متجهتين هنايا في هاد ليكزارسيس سي فو بلي ندير بوز ونوطي معايا بالنسبة للناس اللي بيوف أو العربية هنا غنديرو تخاديسيو باش تفهم او اي جي اي تا روبير او اي جي معلم في المستوى هنا ان روبير دون لو بلون هنا المتجه ا بي فيكتور ا بي لي كوفرين ديالها جوج تلاتة الأفصول ديال المتجه AB هو جوج والأرطوب تلاتة دي ما عندناش لي كوردوني ديالها إكس دي إيكغيك دي والإحداثيات ديال النقطة سي لو بوان سي أن زيرو لابسيس أن
et leur donner 0. Sachant que ABCD est un parallélogramme. علمًا أن ABCD متوازي الأضلاع. Déterminer les coordonnées du point D. حدد إحداثيتي النقطة D. هنا خصنا نعرفوا كيفاش نربطوا ما بين هاد لي دوني اللي عندنا في التمرين. هادو معطيات. داكوغ؟ عطاونا باراليلوغرام اللي هو المتوازي الأضلاع. ها انت رسمته انايا هنايا في البغيون واخا ما مطلوبش مني. داكوغ؟ حيت حنا قرينا في الدرس ديال لي فيكتور لا ترونسلاسيون بان مادام كيعطيك متوازي الاضلاع الا وكتستنتج واحد الحاجه شنو هي ليغاليتي دو دو فيكتور. الوغ هنايا ما غاديش نخدم بالفيكتور ا دي او لا بي سي، غنمشي نخدم بالفيكتور ا بي سيتادير مي غنقولو اون ا بي سي دي باراليلوغرام. داكوغ؟ باراليلوغرام يعني ABCD لدينا ABCD متوازي الأضلاع. alors إذا الفيكتور AB est égal فيكتور DC est égal quoi الفيكتور DC أو نقلبو حنا ماشي مشكل DC est égal فيكتور AB. داكوغ؟ شنو معنيتها؟ علاش أوسات درنا هادشي؟ باش نوضفو ليكاليتي دو فيكتور القاعدة اللي شفنا دابا. السؤال اللي غنطرح عليكم شنو معنى ان متجهتان متساويتان؟ ما تقولش يلا راه درس اتجاه نفس المنظمه نفس المنحنى نفس المعيار. لا انا كنهضر على الاحداثيات دابا لي كوردوني. دونك شنو معنيتها؟ يعني غتهضر معايا بلي كوردوني يعني دو فيكتور اي بوي سي تادير ايزون لو ميم ابسيس يعني اكس ديال دي سي هايا باردون غادي نخلي لاسباس هنا يعني سينيفي كو اكس ديال دي سي كيساوي اكس ديال جي الفيكتور ا بي اي y ديال dc est égal y ديال فيكتور ab. on est d'accord. اجي نعوضو هنايا واش الاكس ديال dc ستادير هنا الاوفسو ديال المتجهه dc كيساوي الاوفسو ديال المتجهه ab. هنا الاوفسو يعني لابسيس ديال dc واش ديجا حاسبينو؟ لا ما عندناش، ما عطاوش لينا هنا في التمرين. يعني غنتعاملو معاه بحال كنحسبو لابسيس ديال dc اللي شرحناه في الفقره الاولى يعني الاكس ديال c ناقص الاكس ديال d est égal. هنا الاكس ديال ا بي ها هو عطاو لينا هل الاهميه وها الدور ديال هاد المعطيات اللي عطاونا هنا. شحال كيساوي الاكس ديال ا بي؟ شحال الاوفسول ديالها؟ هو جوج. داكوغ؟ اي ايغريك ديال دي سي سي لا ميم شوز، بحال غادي نحسبو من جديد غنديرو اي بحال هنايا بحال اكس ديال دي سي. هنا غنديرو ايغريك سي موان ايغريك دي ايتيغال ايغريك ديال ا بي ها هي 3. علاش درنا هادشي كامل؟ باش ولا عندي معادله ولا نكونو غيكون هو الاكس ديال دي والايغريك ديال دي. حيت شنو هو السؤال؟ هو نقلبو على لي كوردوني ديال النقطه دي الاحداثيات ديال النقطه دي يعني الاكس ديال دي والايغريك ديال دي. الاكس ديال سي ها هي ديجا عندي شحال؟ واحد ناقص اكس دي كتساوي زوج. نكمل ناقص اكس دي اش كتساوي؟ هاد واحد مي غتمشي للجهه الاخرى اش غتولي عندي؟ ناقص واحد موان زان دو موان زان هي ان. الوغ اكس دو تي الموان ما خصهاش تبقى هنا غتمشي لعند الان غتولي موان زان اي فوالا لابسيس دو تي لو بوان تي هي موان زان بقات ليا لوغدوني ديالها. دونك ايغريك ديال سي هي شحال؟ هي زيرو. هاهي زيرو عندي في التمرين نعوضها بزيرو ما عندي ما ندير بها. دونك صافي بقى زيرو موان ايغريك دو تي انتيغال كومبيان 3 وهاد الموان اللي هنا خصها تمشي عند 3 هي ايغريك دي اش كتساوي؟ موان 3. ها حنا حددنا لي كوردوني ديال لو بوان تي ونجي نكتب. دونك اذا الاحداثيات ديال النقطه دي عندنا هي موان زان وهنا شحال؟ موان 3. هذا هو الحل ديال هاد التمرين. كنتمنى ان هادشي يكون واضح. تري بيان. دابا غندوزو واحد لابارتي اللي هي ساهله ولكن هادشي راه كيتحط لينا في الامتحان خاصه ميتريزيو مزيان. داكوغ؟ الوغ دابا لي كوردوني دان ميليو او بيان دو ميليو دان سيغمون. كيفاش غتحدد لي كوردوني ديال واحد النقطه اللي كتمثل الميليو ديال واحد لو سيغمون؟ يعني غتحدد الاحداثيات ديال واحد النقطه اللي كتمثل منتصف قطاع. هنايا عطاونا لو بوين ا الكوردوني ديالها 1 3 و بي الكوردوني ديالهم هما 0 1 0 اي 1. لا كيسيون سي كومون ديتيرميني لو كوردوني دو ان ميليو دو سيغمون ا بي. هنا ان هي الميليو دو سيغمون ا بي، طلبوا منك تحدد لي كوردوني ديالها يعني لابسيس x ديال n و لوردوني y ديال m يعني الاوفسول x دو n والارتوب هو y دو m.
اش كتقول لك القاعده؟ هنا مادام قلنا المنتصف يعني كاينه شي حاجه سميتها القسمه على جوج، كتاخد في الاوفصول ديال ان كدير لا صوم ديال لي زابسيس ديال الطرفين ديال هاد القطعه. مثلا مادام ان ام هي المنتصف ديال القطعه ا بي، الميليو دو سيغمون ا بي، يعني غادي نوظفوا وغنستغلوا الكوردوني ديال هاد الطرفين ديال القطعه، لي زيكستريميتي دو سيغمون ا بي. داكوغ، اشنو كدير؟ اكس ديال ا زيد عليها الاكس ديال بي، ونغومبلاسيو هنا الايكغيك دو ا بلوس ايكغيك دو بي، سي لا ميش، سي تخي فاسيل. الوغ اكس دو ا سي كومبيان؟ سي 1 بلوس اكس دو بي سي 0 سور 2 ايت ايكال ا كومبيان؟ 1 سور 2. هنا ايكغيك ديال ا هي 3، ايكغيك دو بي هي 1، الوغ 3 بلوس 1 سي 4، 4 سور 2 ايت ايكال ا كومبيان؟ 2. دونك m les coordonnées de m est 1 sur 2 2. J'espère que c'est clair. هذا هو كيفاش كتحدد الكوردوني ديال واحد النقطه اللي كتمثل المنتصف ديال القطعه، الميليو دان سيغما. J'espère que c'est clair. Bien. Maintenant on va voir les coordonnées de la somme de deux vecteurs. احداثيات مجموع متجهتين. ما معنى هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a un vecteur AP, les coordonnées de la 2 et 3. Vecteur CD, les coordonnées de la moins 3 et 4. Mais qu'est-ce que vous avez maintenant les coordonnées de la somme du vecteur AP CD? Il y a un AP rajmah, le vecteur mutajia AP, mais le vecteur CD. C'est-à-dire rajmah l'offsol, mais l'offsol, ou l'autre, mais l'autre. C'est très facile. Alors, on a un juge, zid aliha, tlata yashha, haïa, naïa. هي 5، دونك نحسبوها ديريكتومون ها هي، و 3 زد على 4 هي شحال؟ هي 7. دونك ها هما لي كوردوني ديال لا سون دو دو فيكتور. الكوردوني دو برودوي دان فيكتور باغ ان نومبر، مثلا عندك هاد الفيكتور ان بي ها لي كوردوني ديالها 5 جوج، و قال لك البرودوي يعني الجداء، مثلا ان بي غنضرب فواحد العدد هنايا مثال ناقص 4 موان 4 فيكتور ان بي، يعني ناقص 4 مضروبة في ان بي، داكوغ؟ C'est-à-dire, حتى انا ناقص 4 غنضربها في لابسيس وغنضربها في لوردوني. لابسيس ديال AB شحال؟ 5، ولوردوني ديال AB 2. دونك موان 4 لي كوردوني ديال موان 4 AB ها شحال عطينا؟ موان في البلوس هي موان، 4 x 5 سي 20، والموان في البلوس هي موان، 4 x 2 سي 8. اي فوالا لي كوردوني دو فيكتور موان 4. دابا غندوزو لدرنييي باراغراف، آخر فقرة عندنا في الدرس، هي لا ديستونس أونتخ دو بوان، المسافة بين نقطتين. عندنا جوج ديال القواعد اللي هما ساهلين في المتناول. كاينة القاعدة الأولى، القاعدة العامة، مي كتبغي تحدد لا ديستونس أونتخ دو بوان، وكيكون عاطينك في التمرين غير الإحداثيات ديال النقاط، مكيعطيوكش إحداثيات ديال مثلا فيكتور، لي كوردوني دو فيكتور أ بي، لا، لي كوردوني دي بوان كي كومبوز هاديك لا ديستونس، أو بيان كي فورم سيت ديستونس. داكوغ، الوغ هنايا عطاونا AB و كنشوف واش عطاونا الكوردوني ديال الفيكتور ديال AB ولا غير لي بوان ديال هاد لا ديستونس AB. هنا كتلاحظو ما عطيك A و B، و هنا عطينك الكوردوني ديال الفيكتور CD و طالبين منك لا ديستونس CD. القاعدة اللي خدمت بها أنا هنا ماشي هي اللي غنخدم بها هنا. هنا كنتعامل مع الفيكتور أو لا ديستونس AB كأنني كنصيب لي كوردوني ديال الفيكتور AB، سيتادير X ديال B موان X دو A او كاري بلوس، ما تنساش هاد الغاسين كاري حاكم عليهم كلهم كلشي. داكوغ، ايكغيك دو بي موان ايكغيك دو ا لو تو او كاري. دونك باش تفهم مزيان هاد القاعده هادي اللي فيها بحال كنحدد لي كوردوني بهاد الطريقه، كندير غير الا كانوا عندي غير لي بوان ولا كوردوني ديالهم، ما عطيكش مثلا الفيكتور ا بي ها الكوردوني ديالها مثلا جوج ثلاثه اكزومبل، ماشي بحال هنا نعطيك لي بوان، يعني غتخدم بلي بوان باش تحسب لا ديستونس ا بي، وكنجيو كنرومبلاسي هنايا. داكوغ، الاكس دو بي شحال عندي؟ اكس دو بي هي 0 موان اكس دو ا سي 2 لو تو او. دونك كيف ما قلنا هنا هاد القاعده كنخدمو بها الا كان عندي غير لي كوردوني ديال لي بوان. فوالا دابا انا غادي نرومبلاسي، هنا عندنا اكس ديال بي موان اكس ا، ايكغيك ديال بي موان ايكغيك ا، بيان سور هنا لو تو او كاري بلوس هادشي كله او كاري، هادشي كولو اونتخ لا غاسين. الوغ جو في غومبلاسي ماتنون، x دو بي سي 0 موان x دو ا سي 2
0 moins 2 هي moins 2 moins 2 le tout au carré le moins غتمشي مع الكاري و 2 au carré هي 4 plus 3 moins 1 c'est 2 نساش هنا 2 هنايا فين خرجت 2 جوج au carré و 2 c'est-à-dire 4 racine 4 plus 4 c'est 8 est égal racine هنا غيمكن لي نبسط مازال اولا نحسب هاد راسين دو 8 هي 4 فوا 2 الراسين ديال 4 خرجت على برا ها هي هي 2 راسين دو 2 بالنسبه ل لا دوزيام ديستانس اون ا سي تي هاد القاعده هادي اللي غنخدم بها فقط الا كانوا عاطيني لي كوردوني ديال الفيكتور اللي كتمثلها هاد لا ديستانس هادي مسافه وهادي متجهه عطاوني الاحداثيات ديال المتجهه سي تي دونك غنخدم باختصار هاد القاعده الثانيه اش كتقول ليك كتاخذ باردون كتاخذ الافصول لابسيس ديال الفيكتور اللي كانت عندك اللي هي سي تي كديرها او كاري و لوردوني الارتوب ديال الفيكتور سي تي كديرها او كاري الوغ اكس دو سي تي سي 2 او كاري هي 4 بلس واي دو سي تي اللي هي 3 او كاري C'est combien? C'est 9. D'accord? Et 3K, il y a 9. D'accord? Alors, 9 plus 4, c'est 13. Et voilà, la distance CT est égale racine de 13. J'espère que c'est clair. Donc, on s'en est à l'étape. La vidéo de Tania, Inch'Allah, je vais confirmer que je vais غير بهاد خاصه غير بالغوبير دون لو بلان بيان سور راه مازال عندنا واحد لا فيديو ان شاء الله ديال اللي غتكون خاصه غير بلا بارتي ديال الفيكتور اي لا ترانسلاسيون كنتمنى لكم حظ موفق تكونوا استفدتوا جميع السلام عليكم الله يوفق الجميع مع السلامه